عشان الحزن ما يجرد، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرد، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرد، عشان الصبح ما يروح. يلا نغني للذكرى، يلا نغني شام بكرة، يلا نغني للذكرى، يلا نغني شام بكرة، للبلد الصبح ذكرى. أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، أقمار الضواحي، أقمار الضواحي النور، أقمار الضواحي. ما بجيب اسمك كتير، الناس تشيل وتخربوا، لونك الباشندي والمناعي ما تنزربوا، عيونك قدرة الحاكم المولع حربه، حماد بدور شبالك يسحربه.
لي 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 كرمونا داك سيدي 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 امونا داك امونا يعني يلا سيدي لي 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 داك سيدي 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 لي لي داك سيدي 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 امونا داك سيدي 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 امونا داك سيدي سيدي يا علام احذر التفكير في الحب بدون الماده بحرض عليك الشوق ويقلب عليك المواجع وبخليك تسرح هناك بعيد وتهيم مع الموج. شادي يا كمال محطة قاسية جدا في حياتي، لا قادر امشي منها لقدام ولا قادر ارجع لورا. الحب يا علام بقى ارخص سلعة، الحب كذبة، بالقروش ممكن تشتري العواطف من اي دلالة من اي بغالة. انا اقتنعت انه بالقروش ممكن تشتري العواطف وبسهولة جدا. دي لغة السوق يا كمال. الأيام دي ما في أقوى من لغة السوق. بالمناسبة أعلم خالد ده كيف؟ خالد من رجال عباس مهمين جدا، عنده خبرة طويلة جدا في مجال الزراعة والسماد والبيع والشراء. طيب نشوف خبراته في الحرب الجديدة دي. أعلم أنسى شادية وادخل بكلك، أدخل السوق بتقولك وحتشوف الأمور حتمشي كيف. دي سهوين القروش دي القروش دي دي سا حفر ليها ود فينا رايح منها ود فينا وكان جحراني النوم موت. والله والله يا ابو كمال انا خفت القروش دي وراها المحن يا ابو كمال انا خفت والله. لكن وديها وين؟ اقول لك وديها وين؟ وديها للناس اللي بيعرفوها. القروش طيرت النوم من عيننا سهرت بينا. ولا أقول لك؟ أنا لا أقول لك. أوديها وين؟ قلت لك وديها للناس اللي بيعرفوا. أقول لك أنا أدري لك كمال. كمال شنو؟ تعال شنو؟ في الليل ده ماشي صحيح أنا كمال. أنا اللي أقول لك. شنو؟ أمسك أبدي للصباح. أي. We'll be right back.
الكرام كان حرق وحريق وهسي قالوا حارته خطريه. اش يا سليمه؟ هاي يعني على حسب نظريتك كذا يعني العمله ما عندها ضمير دي بيكون عمله منه الغنمايه في الشارع ده كان سالوها تقول عباس. عباس الله زي ود المويه لا بيمسك ولا حاجه وبعدين عبازاته ما في. ما هذا الفن هنا. الله ما عندي قهوه يا سليمه. والله ما عندي قهوه لكن والله تطلع تقولي كلامك ده برا واسمعوا لي ضيني واسمع عباس والله لا تطبق فوق نظريه فيثاغورسي. حقيقة يا اخواننا انا اول ما فكرت اني ارقد في السرير فجأة كده سمعت لك انذار العربية فلما بدأت افكر في اني اطلع وامرق وشوف الحاصل شنو كان الحرامي كسر القزاز وساق العربية وطار بها كما الصاروخ ولا طبعا انشغلت بطفيان النار وكلم الناس عشان كده كانت مسألة حقيقية صعبة صعبة حقيقة. صدقته؟ صدقته؟ لا صدقته؟ لا ما صدقته؟ لا ما دقيقة. لا يمكن يكون العمل المشهد ده فيه ذرة من الإنسانية. ده غدري ما بعده غدري يا أستاذ. لكن ولا يهمك. انت اكبر من كده بكره جروح الحريق بتشفى والمال بيتعوض لكن يا استاذ جمال الانسان لو انسكب ده الشيء الوحيد اللي ما بيتعوض ولا يهمك استهدى بالله انت استاذ ومربي وزي ما عودنا عبد الماجد قول حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.
كمال يا اخي دي شو الوقت دخلتنا فيها دي يا اخي؟ في داعي للكلام ده؟ ما كنت تقول معي زفتين ديل يا اخي عشان ما دخلوا ده في مطب زي ده. لا كمال انت مجنون يا اخي؟ كمال واحدة بس، في علاقة بين الجن والدروجة؟ أنا ذاتي ما أعرف، ليه جماعة بيعمل كذا؟ كيف ما أعرف يا أستاذ؟ الجن سقوط من ذروة المادة، والدروجة محاولة الصعود لذروة الروح، كل ما بتسمو روح الإنسان بيزيد جماله وبيشقى جسده، واللي أنت شايفه ده تاج عز ودعوة لترتيب الفكر من جديد بطريقة صحيحة. مسكينة دروشة. بالمناسبة حنمشي لكمان 200. كنا ماشيين هسي إلا أستاذ جمال قال إلا بعد نهاية الحصص. عيوني مفروض أجددهم لأنهم شايفين كل الدنيا فاضية إلا منك. لساني غلطان في أي كلمة جميلة قال عنك، ويدي مفروض أقطعها لأنها تمدد عشان تتعرف عليك. يخفى عليك قلبك لو خدته في خنزير يفهم. خلاص خليني انا خنزير واخوكي ملاك. اوعى تجيبي اسمه في سالك بقطعه ليك. يا جماعه يا جماعه براحه، ما كده يا جماعه، حاولوا تفهموا براحه يا اخي. اسمعي هنا، انا يا اختي ما مستعده اعيش على خبز القافي والبس نكرانزر واسكن في التفاؤل. هاي ما دي حاجات كبيره عليك، ما تسبحيها ولا تسبحي لانك دابه. يا جماعه يا جماعه ما كده، هدى احاول تكوني دار عدله يا اخي. انا سعيده باني دابه، لكن سباعي بتاعك ده انا ما برحل له حياتي لانه قميص ما قادر اغير حياتي. هو انت حيه؟ هاي والله انت حيه وبتعرفي تلدغي صح. مبروك عليك عز الدين الحرامي البلطجي الفارغ. اي غصبا عنك مبروك علي.
اكتب عنك شنو؟ اكتب عنك شنو اجمل مما كتبته؟ اجمل كلام غنيته فيك بالصوت الاخير. تشهد عليه نجوم الليل حتى الوتر تعب ما قادر يشيل احساسي بيك. قراملك كان زي العواصف، كنت شايفك زي فراش شايل النسيم. الا انك اكبر خدعه، كذبه سوداء وما بتغتفر. لكن زي ما كتبتك بمسحك تاني. سباي ممكن تراجع لي؟ يا عمار، عمار ده وقت مراجعة. خلاص بعدين بعدين. اكتب عنك شنو؟ الأندلس. وليه الأندلس يا أخوي؟ الأندلس لأنها بتجمع بين الأصالة والحداثة، بلد معاصرة وفيها الطابع الشكل. وباريس ما عليها يا أخوي؟ مالا؟ لا أبار عليها. حقيقة ما في أغبار باريس. ما سمعت لي في حياتي عرسان ماشين يقضوا شهر العسل في الأندلس إلا كان أنت يا أخوي. يا سلام، طليطلة وقرناطة وقرطبة. يا الله. لا باريس بس. أنا عامل لها بروجرام خرافي، وباريس أساساً نقطة الارتكاز بتاعتي لأوروبا كلها. فإذا قلت نبتدي بباريس لا مانع، وهو كذلك. وبعدين يا عزو يا أخوي، الواضح ما فاضح. زي ما اتفقنا تسجل ليها العمارة قبل العدل. أمينة، أنت عندك شك في عزتي؟ لا ما كده يا عزو يا أخوي، لكن طبعا أنت عارف سعاد ولسان الطويل دايرة سكتة وقطعوا ليها وقول لها شوف عزو، شوف عزو بيعمل في شنو؟ مش زي سباعي بتاعي كالسجمان الرمدان ده. اتفضلي. ده شيك بالعملة الصعبة عشان انت وسيد عبد الحليم تمشوا تقضوا مناسك العمرة. ليه انا وعبد الحليم؟ الله يزيدك، الله يزيدك من خير ونعمه. انا ما عارفاك، عارفاك كلك ذوق وفهم. بالمناسبة بكرة تسيروا لي جوازاتكم عشان الجماعة هنا في المكتب يعملوا لكم الإجراءات بتاعت السفر. يا حليم، انت مش طول عمرك بتتمنى تزور الحرمين؟ ايوه. يا سيدي الفرصه جاتك لغايه عندك. وبالمناسبه عزو قال حيسجل عماره باسم هدى، والمحلات التحت حتكون سوبر ماركت وكمبيوتر وصالون حلاقه، وانت يا سيدي حتكون مسؤول من الحاجات دي كلها. وبعد ما نمشي الفيلا هناك بيتنا طبعا موقع ممتاز، حيتهدى ويقوم عمارة ما حصلت. سمح القوة البيجة تبيع وشيع، سمح القوة التمارة قروش، سمح القوة البيجة تبيع وشيع. كتر خيرك يا عبد الحليم، كتر خيرك وبارك الله فيك. ان شاء الله تربح تجارتك فينا، نحن ما ارخص من البصل. سعاد يا اختي الحاصل شنو؟ انا ما اختك، ومن يوم الليله دي اسمي ما يدخل على لسانك. نحن صحيح ما عندنا قروش مفلسين، لكن بتشهد علينا المدن والضواحي، بيتنا مزين بالوشاحات وشهادات العرفان. سعاد اديني فرصه دافع عن نفسي، فهمني الحاصل شنو؟ بدل الضحك بالشوارع
دي جيت تضحك على الدجون يا عبد الحليم. سعاد الحاصل شنو يا اختي فهميني؟ ما شايف ولا اغروك؟ اذا الدين طلع من بيت اختك مطرود وبالمحكمه ودايرين منه شنو؟ ما تفكوا دربه سيبوه في حاله. اسكت انت ما عليك اسكت. انا ما بسكت، انا اصلي ما بسكت لاني انا امها وما تبدي معك. جرحتني فيه كبدي يا عبد الحليم، وزلوا عنده كلب في البيت ما بعملوا كبدي. لكن معلش ما بقيت اتابع الى راي دي الكاس الهنا والمنى. وماله نتهنى ونتمنى ان شاء الله يا رب تتهنى وتتمنى كبدي كيتم في قلب الحاسدين. احسدوها على شنو؟ على الهم ولا على الغم؟ تعال هنا خش نسمع الشاب كان ابوه اللي بقى لنا زي الهم في اخر عمرنا ده. صباعي ده انت جاي لشنو؟ من ركاب الخير ولا من فرسان اللقاء؟ اكفي انه فارس وضم مدارس. فارس وضم مدارس؟ هاي هاي من ماهيته ولا من عربيته؟ ما يا دوبك كله ستة شهور كيلو موز. انتوا عايزين التجار والبوبار ما كدي؟ ايوه دايرين التجار والبوبار يا اختي. انتظرتكم لغاية ما الدبلة صدت في يدها، تنتظركم لغاية 200، لغاية ما تشيب وتعنس ولا شنو يعني؟ خلاص خليه وتربيها القمر. عرفنا شنو منه سباعي؟ سباعي عرفنا منه شو غير الجوابات والضحك والكلام. بعد ما البيت فين حتجد جد؟ بقى الضحك حرام؟ دايرين توقفوا حالة؟ كتر خيرك يا عبد الحليم، كتر خيرك وبارك الله فيك. ومن يوم الليلة دي أنا لا أختك ولا بعرفك، ولو مت هسه دي ماتت بعد جنازتي، ونتقابل يوم الموقف العظيم قدام رب العالمين. يا سعاد سعاد افهميني يا سعاد. كمال يا ولدي المال جابه الله يشابه الله زي ما قالوا اهلنا، جاتك في مالك سامحتك. العرج اللي مراه نرجع للفقرنا، كنا مستورين ومرتاحين ما علينا من ما جاتنا القروش، عيون تسلطت علينا زي الدبايب، كان أكلنا كان لبسنا حتى كان ضحكنا. فقر زيه هيك نرجع لي فقر داخل. الدين ده في الدنيا دي كلها مالك غير هدى؟ خلاص يا اولاد العرس قسم ونصيب، ودي إرادة الله وإرادة الله فوق كل شيء. انت؟ ايوه انا. وجايه لغايه هنا برجليك وما بتخجلي كمان؟ احسن نتواجه. وبدل ما تسمع كلام الشمات والمشايات بواجهك انا. لا هو انت منو اصلا عشان تواجهيه؟ ندمان عليه؟ ندمان على منو؟ انا ما بندم على الخنازير. ناديه بسالك انا، بتعمل فيه ده شو؟ فسره زي ما تحب انا حره. لكن افهم حاجه واحده، انا ما بسمح لاي حد انه يصادر حريتي. انت فاكره الحريه دي كبري؟ اي انا فاهمها كده كبري. خلاص تاني عاوز شنو؟
امسك عندك دي جواباتك ودي يا ناديه دي بلادكم عاوزين مني شو تاني خلاص القسم عاوزه كده قل يا حسيبا إن عليك حزنا قل يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفسى يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ورحم الله رجلا سمحا يا كمال إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى كفارة يا كمال والله مرضينا لك حسدوك يا كمال الحاسدين الشنافين الراصدين إلا الله بعودك أحسن منها وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نحن نشجب ونستنكر هذا السلوك الغير تربوي والسلوك الذي يعني لا يبت إلى التعليم بصلة عليه الطلاق نحن لو عرفناه كان طبقنا لك في نظرة فيثاغورس الماء أنت والوطن يبقى الوطن أحزاب يبقى الوطن منفى يبقى الوطن بركة وتبقى الناس ضفادع الماء ضعطش أقوى من الموية احترافاتك كانت براءة طفولة يا أستاذ حدث الناس عن وطن زاحف عليه بطن وراجع ورع وطن مدفون لكن لا انت له انت مريح قلبي الفحنانة هنيالك ابشر الله ريحك من الهم والغم الله رجعك من سكه هارون اين الملوك السابقين اهل المواشي والخزاين البلارياح متعطرين بعد الهبوب يتغطوا طين نفوسنا تابعت الهوى وشرك العبوس فيها اللوى ونهبك بجمع القروش في الهينه والقاس يبتهوش قطره تبقى القروش والوحده في القبر الوحوش هنيالك أرجع لمدرستك وولادك وورادك وما تتعلق بذكر فدنا نيالك الناس دي بيجيبها القروش من وين؟ أزعلي ده بوليس عليك القاضي العمارة دي بيكام على الفنجري الله تقول يعني بيجيب لها 100,000 كذي وبيأكل شنو بيأكل شنو الناس دي؟ الفطور إملا والغدا ينشا والعشاء ده جغرافيا أنا دخلت أجوه اللي شفتهن الله عليكم شو المرة دي يا أخواننا الله تلقى يده في الشعرية الله شفت ليك هعون تلقى يده في الشعرية عليك النبي شو المرة دي أنا خشيت جوا ما تلقاه ناس بيأكلوا اللغاويز والحاجات الما مفهومة دي الله يا احلى ان احنا والله انا اسمع من فتحت عيني دي لقيت قدامي هوايم بقلي جريمه اها شغالين زراعه وكدي زراعه وين مع القزاز ده هسه الفنجري كان عندي قناه مال لبن اربطها وين اللبن بيجيبوا لهم بالطياره وبديش بيدخلون جوا المواسير اللبن ده بالمواسير والعسل بالمواسير والجبنه ذاتا بالمواسير انت ذاتك عشان ما تدخلوا منك جوا المواسير حي الفنجري اللي عشتي معاه خساره لا يا ابوي لا
ابوي ما قلت لك لا، اي حاجه بقول لك انا، لكن المره دي لا. والله اسمع مني الكلمه دي مره ثانيه الا مالك يا راجل بتعيط لي كده؟ همونة؟ يا راجل ما تستحي على كبرك وشيبك؟ معلش يا بنتي، شبهتك يا بنتي. شوف الرجال. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، يا رب تغفر لي.